بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب صف السادس ابتدائي. درسنا اليوم الفصل السابع المجسمات. اليوم راح نشرح مجسمين ضمن منهاج صف السادس ابتدائي. عندنا النوع الأول أو المجسم الأول هو المكعب طلاب، والمجسم الثاني هو متوازي السطوح المستطيلة. احنا شايفين هاي الأشكال بحياتنا اليومية، هذا الشكل مثلا، هذا الشكل أو مكعبات أو أي مشكل أشكال أخرى. فأول شكلين احنا راح نتطرق عليهم ضمن منهاج هذه السنة هو المكعب ومتوازي السطوح المستطيلة. فأني المجسمات هي أي شيء يشغل حيز في فراغ هو اعتبره مجسم أني. زين، هذا مجسم. زين طلاب، عندنا هذا النوعين لو تنتبهون عليهم، النوع الأول هذا وهذا النوع الثاني. فلو نجي هنا للنوع هذا البداية طلاب، انتبهوا عليه. هذا الطلاب لو تنتبهون أي وجه من أوجه هذا الشكل، هذا كل جهة من الجهات أنا أسميها وجه. فهذا الوجه بالمكعب يسمى مربع. انتبه عليه، هذا مربع، هذا مربع، هذا مربع، هذا مربع. القاعدة السفلى مربعة والقاعدة العليا أيضا مربعة. إذا أريد أحسبهم فواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، قاعدة السفلى ستة خمسة، والقاعدة العليا ستة. إذا ستة أوجه، هذا بالنسبة للمكعب. أما بالنسبة إلى متوازي السطوح المستطيلة، إذا أيضا يتكون من ستة أوجه. هذا وجه، وجه الثاني، الوجه اللي وراء ثلاثة، الوجه اللي جانبي أربعة، والقاعدة السفلى خمسة، والقاعدة العليا ستة. إذا ستة أوجه. بس شنو الاختلاف ما بين ذني المجسمين طلاب؟ لو تنتبهون هنا كل وجه من أوجه المكعب تشبه المربع. زين، أما بالنسبة إلى شبه المكعب المسمى متوازي السطوح المستطيلة، كل وجه من الأوجه مالته لو تنتبهون طلاب هذا الشكل، هذا الشكل مستطيل. إذا نا أوجه المستطيل، أوجه العفو شبه المكعب هي جميعها مستطيل ما عدا بعض الأشكال اللي تكون قاعدتيه مربعتان. وسنشوف مثلا هذا الشكل طلاب، هذا أيضا متوازي السطوح مستطيلة. هنا عندي جوانب مداير مدارها كلها مستطيلة، لكن القاعدة السفلى والقاعدة العليا تكون مربعة الشكل. إذا قاعدتي مربعة الشكل، عندنا هاي بالنسبة لمتوازي السطوح المستطيلة. أما المكعب لا، تكون جميع أوجه المكعب الستة هي عبارة عن مربع. زين، فإحنا راح نجي للنوع الأول المكعب، وهنا عندنا النوع الثاني شبه المكعب اللي هو متوازي السطوح المستطيلة. زين، إحنا المكعب لو نريد نرسمه طلاب هو عبارة عن هذا المربع. أجي أرسم مربع آخر أوصل ما بينه المربعين، راح يوجد لي مكعب يتكون من ستة أوجه. أنا المكعب له، لماذا سمي مكعب؟ أي شيء ثلاثي أبعاد أنا أعتبره هو مجسم، لأن إحنا أصلا من ننظر إليه راح نشوف ثلاث أبعاد عندنا. زين، أي شيء بيطول عرض وارتفاع فهو ثلاثي أبعاد مجسم. هذا بالنسبة للمكعب. أيضا بالنسبة لمتوازي السطوح المستطيلة، يعني أنا أرسم مستطيل أجي أوصل ما بين المستطيلين راح يتكون لي هذا المجسم اللي يكون شكله شبه مكعب. زين، راح نجي نتطرق الى المكعب ونجي نتطرق الى شبه المكعب. المكعب به جوانب طلاب، انتبهوا لي هنا جوانب. انا سميت جوانب، هذا رقم واحد، هذا رقم اثنين، هذا رقم ثلاثة، وهذا رقم اربعة. هذني جوانب مداير مدار. كم وجه اني رقمت؟ اربعة اوجه، اربعة أوجه. إذا الجوانب أربعة أوجه، إذا معناته أني من آخذ المساحة الجانبية آخذ أربعة أوجه، بما أنه كل وجه من أوجه المكعب هي عبارة عن مربعات. إذا معناته أني أحتاج أنه أستخدم مساحة المربع. فمساحة مربع الأول زائد مساحة المربع الثاني زائد مساحة المربع الثالث زائد الرابع تمثل لي المساحة الجانبية لمن طلاب؟ للمكعب. فإذا أريد أشتق قانون المساحة الجانبية للمكعب تساوي، زين، بدل ما أقول أربع مساحات فأقول مساحة وجه، خلي أمسح هذه، مساحة وجه واحد في أربعة. الأربعة تمثل لي أربعة أوجه، بما أنه كل وجه من الأوجه المكعب هي تشبه المربع، فأني قصدي مساحة المربع تضرب في أربعة.
شنو قانون مساحة المربع تساوي لنا؟ طول الضلع في نفسه في أربعة، ما أنسى الأربعة. إذن قانون المساحة الجانبية للمكعب هو قانون اسمه مساحة وجه واحد في أربعة، ويساوينا طول الضلع في نفسه في أربعة. فأريدكم طلاب تحفظوا لي السطر الأول والسطر الأخير قانون المساحة الجانبية للمكعب، ويساوينا مساحة وجه واحد في أربعة، ويساوينا طول الضلع في نفسه في أربعة. زين، هسه راح نجي إلى قانون المساحة الكلية أو ما تسمى السطحية. المدى نتكلم إحنا عن المكعب، شنو قانونها؟ بما أنه أريد أخذ مساحة كلية، إذا معناتها راح أخذ الجانبية زائدا مساحة القاعدة السفلى زائدا مساحة القاعدة العليا كموجب، يصير عندي ستة أوجه. فراح أقول مساحة وجه واحد في ستة، فمساحة واحدة أضربها في ستة أستخرج ستة مساحات، ويساوي مباشرة هو مساحة المربع شو يساوي لنا؟ كأنه دا أقول طول الضلع تفسيره في نفسه في ستة. إذا صار عندنا قانونين نحفظهم طلاب، قانون المساحة الجانبية وقانون المساحة الكلية أو السطحية للمكعب، ويساوي لنا مساحة وجه واحد في ستة، ويساوي لنا طول الضلع في نفسه في ستة. نفس القانون، أما الاختلاف فقط إذا في أربعة مساحة جانبية، إذا في ستة مساحة كلية. هسه راح اجي الى القوانين الخاصة بالمساحة الجانبية لمتوازي السطوح المستطيلة. زين طلاب، هسه نيجي للقانون الثاني الخاص بالمساحة الجانبية لمتوازي السطوح المستطيلة. بما انه متوازي السطوح المستطيلة جميع الاوجه مالته هي عبارة عن مستطيل، هذا مستطيل، القاعدة مالته السفلى، القاعدة العليا، الجوانب كلها عبارة عن مستطيلات، إذا معناته أني أعتمد على قوانين المستطيل. زين، بما أنه مساحة جانبية فأني راح أعتمد على قانون، هنا نقول محيط القاعدة في الارتفاع. زين، المستطيل أو متوازي السطوح المستطيلة يعتمد على الطول والعرض والارتفاع. هنا ناخذ الارتفاع، إذا معناتها أنا لازم عندي ثلاث معلومات، هو طول وعرض وارتفاع. بما أنه القاعدة هي مستطيلة، إذا معناتها استخدم قانون محيط المستطيل زين في الارتفاع. هسه نفسر القانون كأنه دا أترجمه. شنو قانون محيط المستطيل؟ قانون محيط المستطيل شي يقول؟ الطول داخل قوسين زائد العرض في اثنين، وما أنسى أنزل في الارتفاع. زين العفو، زين طلاب، اني من اريد اكتب القانون اطبقه راح اختار القانون السطر الاول بالقانون واطبقه بالسطر الاخير. اذا احفظ السطر الاول والسطر الاخير. اذا قانون المساحه الجانبيه لمتوازي السطوح المستطيله تساوي لنا محيط القاعده في الارتفاع، ويساوي لنا الطول زائد العرض في 2 في الارتفاع. أما بالنسبة لقانون المساحة الكلية أو ما تسمى السطحية، زين، لمتوازي السطوح المستطيلة، شنو قانون المساحة الكلية؟ شو تقول؟ المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين، ناخذ المساحة الجانبية إضافة إلى مساحة القاعدتين. إذا القاعدتين طلاب، يعني القاعدة السفلى، اطلع، إذا القاعدة نعطيكم إياها بالسؤال مستطيلة، فهنا نستخدم مساحة المستطيل. أما إذا مثل هذا الشكل طلاب، هنا القاعدة لو تنتبهوا لها، القاعدة هنا عبارة عن مربع، فمعناته هنا القاعدتين تكون مساحة مربع. فانتبه على القانون، فانتبهوا لي أيه. هنا مساحة الكلية أو السطحية لمتوازي السطوح المستطيلة تساوي لنا المساحة الجانبية، الجانبية زائدا مساحة القاعدتين، يعني قاعدتين أنا عندي. زين هسه نفسر القانون، راح أكتب هسه يساوي، هنا يساوي أنا المساحة الجانبية نفس القانون ما المساحة الجانبية إحنا نطبقه. قانون المساحة الجانبية شو يقول؟ مو يقول الطول زائدا العرض في 2 في الارتفاع. زين راح أسوي هاي الزائد كبيرة، زائدا أضيف لها،
مساحة القاعدتين، بما أنه إذا القاعدة مالتكم مستطيل فمعناته قصدي أقول مساحة المستطيل بما أنه قاعدتين في 2. هذا قانون المساحة الكلية أو السطحية لمتوازي السطوح المستطيلة. صار عندكم كم قانون؟ 4 قوانين، قانونين خاصات بالمكعب، قوانين خاصين بشبه المكعب. هسه راح ناخذ أمثلة عليهم طلاب. مثال: جد المساحة الجانبية والسطحية لمكعب طول ضلعه 5 سنتيمتر. زين، لو تنتبهون هنا طلاب منطيني هذه المسألة وطالبين من عندي الطلب الأول إيجاد المساحة الجانبية والطلب الثاني إيجاد المساحة السطحية. المن انتبه للمكعب، المكعب عليه من يعتمد على طول الضلع لأن جميع أوجهه هي عبارة عن مربعات. فأجي استخرج الطلب الأول. الطلب الأول جواب طلاب، فالطلب الأول إيجاد المساحة الجانبية للمكعب. اكتب القانون يساوي لنا شنو قانون المساحة الجانبية للمكعب؟ مساحة وجه واحد في 4 × 6 بما أنه جانبية استخدم 4، يساوي تحت يساوي يساوي مساحة وجه واحد شنو قانونها؟ طول الضلع، مساحة المربع طول الضلع في نفسه في 4. أطبق القانون، أطبق على آخر سطر كتبته. طول الضلع إيش قد طول الضلع؟ 5، أنزل 5 في نفسه في إيش قد طلاب؟ في 4. ليش؟ لأن أنا إذا أستخدم مساحة جانبية 5 × 5 = 25، أضرب 25 × 4 جد يطلع لي 100. بما أنه دا طلعني مساحة جدتي وحدة القياس سنتيمتر مربع، استخرجنا المساحة الجانبية. ثانيا راح نستخرج المساحة السطحية للمكعب. اكتب القانون بداية، شنو القانون؟ مساحة وجه واحد في 6 ويساوي لي طول الضلع، كتابة القانون ضروري، طول الضلع في نفسه في 6. أطبق على آخر سطر، طول الضلع أرجع للخمسة استخدمها، 5 × 5 = 6. أجي أضرب 5 × 5 = 25، 25 × 6 راح يطلع لنا 150 سنتيمتر تربيع. هذه القانون اللي استخرجنا المساحة السطحية المن للمكعب. يجينا مثال رقم 2 طلاب، مكعب مساحته السطحية 216 متر مربع. من أشوف متر مربع إذا معناته هذا يمثل لي مساحة. انتبه، مساحة سطحية إذا معناتها تمثل لي كم مساحة؟ 216، يعني معناته هذه بيها 6 مساحات، ما طول ضلعه، ما طول ضلع المكعب اللي إحنا استخدمناه. فهنا بالعكس كانوا قبل بالمثال السابق مطيني طول الضلع ورايدين من عندي المساحة السطحية. هسه انتبه هنا، بما أنه أنا عندي 6 مساحات فما أقدر أطالع أني 6 أضلاع مباشرة، فيجب أول شيء انتبه شنو قانون المساحة المطينة إياها، سطحية أم جانبية؟ قانون المساحة السطحية، فأكتب قانون المساحة السطحية اللي مجسم للمكعب يساوينا مساحة وجه واحد في إيش قد طلاب؟ في 6. هالمرة المساحة السطحية موجودة مالتها المعلومة، إذن ينزل رقمها تحت المساحة السطحية 216 متر، يساوينا مساحة وجه واحد، أنا ما عندي أصلا أي مساحة وجه واحد، تنزل مساحة وجه واحد في 6. حتى أستخرج مساحة وجه واحد راح أقسم 216 × 6 وأستخرج مساحة وجه واحد. نقسم طلاب، 216 × 6، 2 × 6 ما بيها 21، كم 6 بيها 3، 3 × 6 = 18 أطرح 1 ناقص 8 يصير 11، وهي يصير 11 ناقص 8 = 3، تنزل 6 0 هنا 36، كم 6 بيها 6، 6 × 6 = 36 أطرح 6 ناقص 6 = 0 و3 ناقص 3 = 0، إذا الناتج النهائي 36. بعدني أني بالمتر تربيع استخرجت مساحة وجه واحد اللي هي كأنه استخرجت مساحة مربع واحد. صارت عندي مساحة مربع واحد، أي مساحة مربع يتم استخراج طول الضلع مالتها توضع تحت الجذر التربيعي. مساحة المربع توضع تحت الجذر التربيعي. أجي جذر 36 إيش قد طلاب؟ 6 متر، أو إذا رقم أكبر يطلع لكم تقدرون تحللوه إلى طريقة العوامل الأولية.